لك وينك إسراء؟ ولشو تليفونك مغلق طول الوقت؟ أوف. شو يا؟ وين كنتي كل النهار؟ كنت مشغولة بهالصورة. بآخر لحظة أقنعتهم يحطوا هالصورة على الغلاف. كينان، هالمشروع رح يعطي صدى أكتر مما بتتوقع. أنا متفائلة كتير. معقول ما يعطي صدى؟ ليكي على هالجمال، شوفي على هالوش. كان لازم أنا أكون العريس، ضيعت فرصة حياتي. إذا ملاحظ بالأصل أنا يلي ضيعت فرصة حياتي كينان. كنت رح كون أنا يلي بالصورة لو ماني رايحة لأعتني ببشرتي يومها. قمت خربت على حالي. بس بدك الصراحة كينان، هن كتير طالعين حلوين مع بعض. أنا حبيت الصورة كتير عن جد. إيه معك حق، النتيجة حلوة. لو ما بعرف كيف بيتعاملوا مع بعض كنت قلت إنه عن جد بيحبوا بعض. شوفي على هالنظرات، طلعي. إسراء. ها كينان، صباح الخير. صباح النور. لك أنت وين اختفيتي؟ قررتي تمشي فجأة وقلتي أخوكي مريض ومدري شو، وأنا اضطريت كذب عفادي. إيه صح، كنت مضطرة أطلع لأنه في حدا كنت معرفه فكرته تعبان. طلع هو مو تعبان وهيك يعني، فرجعت على البيت وطلع مو صاير له شي بالمرة، يعني مثل القرد. إسراء، منتبهة أنك عم تحكي بالألغاز؟ أنا ما فهمت عليكي ولا كلمة. لا، أنه ألغاز هاي؟ إيه، وإنت شو عملت؟ يعني شو بدي أعمل إسراء، عامل بلاكي والوقت ما عم يمر أبداً. أنت شو عم تعملي فيني؟ عم تستخدمي سحرك مو؟ يعني أنا عندي سري الخاص. وأنا محضر لك مفاجأة. مفاجأة شو هاي؟ شو رأيك؟ خدها من وشي. ليه جايب لي المجلة وعم تتحشى بأنفي دحش؟ شو صار لك فجأة؟ مو هلأ كنتي عم تقولي حلوة؟ أنا كان قصدي قول إنه المجلة كتير حلوة، مو الصورة يلي عليها، يعني صورة عادية كتير. تعرف شغلة؟ أنا بدي أسأل عن بيسان وراجعت لك، ما رح أتأخر. بدك قهوة شي؟ رح أجيب قهوة. إسراء، أنتي دائما عم تتحججي نفس الحجة، بتطلعي على أساس إنك ترجعي وما بترجعي بنو. أنتي شو عم يصير معي؟ لا ولا شي، خمس دقايق وراجعة. تمام، خمس دقايق. استناني. خلاص روحي، رح أحكي أنا والكرسي. مفاجأة. له يا كارلا، شو هاد؟ نحن ما اتفقنا هيك، وعلى أساس هالصورة بس رح تكون صورة للإعلان، مو غلاف لمجلة. وأنا متفاجأة مثلك والله. أنا بعثت لهم الصورة بس هن عجبتهم كتير لدرجة عملوا منها صورة غلاف العدد الجديد. أنت بس بدك تسمع الحكي الحلو اللي عم يوصلنا من المكالمات اللي ما عم تهدى. طلبات الحملة مدهشة، وكل ثانية عم تزيد عدد هي الطلبات. مروان صدقني نحن عم نشوف هالنجاح بعيوننا. تمام، أنا فهمان وجهة نظرك، بس هالصورة بكل مكان وعلى غلاف المجلات وإعلانات بالشوارع وبكل مكان، الكل رح يشوفها. آخ كارلا، آخ مروان، أنت ليش علقت على الموضوع كل هالقد؟ يعني الصورة كتير حلوة، شو فيها إذا شافوها كل الناس؟ يلي بيسمعك بفكرك مخبي الشي. لك شو بدي خبي يعني؟ وبعدين الشغل يلي عم بشتغله أنا له جدية ومركز وتقل، مو حلوة بحقي أنزل على الغلاف. أي معك حق، بس أنت مستقل بوسامتك مروان بيك. بعدين أنت دائما عندك ثقة باختياراتي. لا تلعبي برأسي أكتر من هيك، ليك عم تخليني أعمل كل شي بحركاتك اللطيفة هاي. رايحة شيك على الشباب إذا حضروا غرفة الاجتماعات مثل ما بدي، وبس خلص بيجي وباخدك من هون حضرة العريس الوسيم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.